الحقيقه بدينا كنترددوا وكنتسائلوا واش غادي نوصلوا ولا لا، وما عندناش فكره على الفريق الثاني واش وصل ولا مازال. غير ارتاحوا، الفريق الثاني مازال كيدور في بلاصو حيت ما قادرينش يتفقوا كفريق على الطريق اللي ياخذوا. دابا حنا هنا اون ان بروبليم دو ليكسيون تاع لا بوسول، بان ليا كيفوت كياخذ الطريق اللي بعيد على لي زانديس اللي عندنا في لاكارت. سي لا و جي دي ستوب، اون ان تران دو سيلواني. شدك اون دو الي ديغيغ لا ميزون. ابلات متفق ابلات، ما كتعرفوش تقراو لي بوسول؟ لا سمحنا الله عليك، واش كتعرفو تقراو لي بوسول؟ هاد اللحظه ديال التوتر الواحد ضروري خصو يجلس ويصبر وينتظر عاد كينطلق، ما يبقاش ديك السرعه. السرعه راه بعض المرات السرعه في ماشي متعه راه كتجيبها في راسك. اون فالي باغ لا، يلاه ماشي الانسان اللي خصك تكومونيكي مع كل شيء وخصك تفهم. انا جي مال بارطاجي جي مال كومونيكي داكشي اللي خصني نقولو، ولكن من بعد اون سي غاتخابي. لكن بس سيدي اللي فات مات ومازال عندكم الوقت فين تداركوا هاد الاخطاء. من جهته الفريق الازرق مازال محافظ على التفاهم والانسجام اللي بيناتهم، ولاني واش هاد الطريق صعيبه والشمس القاصحه ما غاديش تاثر عليهم. جيت كنحس بسيف من العلامات ديال وجهه، يعني بدا كيعيا شويه وكل شويه كيقول لنا نقصوا شويه في السرعه وهاد. وفي واحد اللحظه انا بحال كنبغي نعاونو كنبقى جاره الحفل زعما بحال كنعاونو بشي حاجه وانا ما كنعاون في والو. المهم هي النيه. كتبان لك شي حاجه محطوطه ياك؟ يلا فاس صراحه شفت لوسين ديال الاحمر وقلت لهم واش كيبان لكم شي حاجه تما. غادي نطلع مع هذا لافواد، تكاو على يديكم ورجليكم. اضطرينا اننا نتسلقوا ذاك الحجر وجوشوي اتاشي مع البنات ومع الدراري. صراحه ما كانش بالامر سهل بتاتا. فوالا طخفي. لقينا في الاخير لو بوان، هذيك لا مارك اللي كانت في الحجر، النقطه اللي كان الفريق يتمناو يلقاو فيها ياسين مقدم البرنامج باش يعلن على الفوز ديالهم. ولكن المفاجاه هي ان هنا كتسناهم ارشادات جديده غادي تزيد من صعوبه التحدي. الو الو سالي سالي، برافو عليكم وصلتوا حتى لهذه النقطه. اول حاجه هذه ماشي نقطه اللقاء اللي اتفقنا عليها، شخص واحد اللي خاص يسمع هذا الميساج ولمره وحده فقط، فركزوا مزيان. نسمع مرة واحدة خليني نسمع. يمكن لكم الآن تفكوا الحبل اللي رابطكم وانتم من الآن أحرار. أما بخصوص نقطة اللقاء الجاية فاسمعوني مزيان. نقطة اللقاء الجاية الصخرة اللي انتم واقفين فيها دابا خليوها على اليسار ديالكم وتمشاو حتى تلقاو بيست صغير، تبعوه حتى توصلوا لجوج الصخرات، واحدة منهم فيها أونتيل كبير، وغتبقاو ديما على اليمين ديالكم حتى توصلوا لبيست صغير، تبعوه حتى يخرجكم في واحد البحيره للاسف نشفات من الماء، وتما غتكون نقطه اللقاء ديالنا. صراحه في ديك اللحظه شفت الخريطه، داك الشيء اللي ضربنا وداك الشيء اللي باقي خصنا اننا نتمشاوه، وكنقول ما عرفتش كي غادي ندير ليها. وهذا الشيء اللي كيخلي من تحدي اليوم تحدي شخصي قبل ما يكون تحدي للفريق. على ذكر الفريق، شفت الفريق الثاني غبروا علينا الله وعلى فين وصلوا. كنتسناو نجبروا ياسين، عينا مندور وطلعنا هودنا طلعنا هودنا ما كيبانش. ما عجبنيش الحال ديك الوقيته صراحه، ضيعنا الوقت بزاف. طوماش واش متاكد لان نبقى طالعين عاوتاني؟ باش لقينا لانديس تحمسنا كاملين وفرحنا. في بلاصه كهيبه انا ما نتحمسش بزاف حيت بالمشاكل اللي عندكم في الفريق الله يحضر السلامه، كيفاش غادي تتعاملوا مع التعليمات الجديده؟ واول مشكل غادي يكون على دور الهاتف اللي لقاو. واش كاين على لوكاليزاسيون؟ انا ما كنقراش كنسول. اسامه الا با بيان جوي لو رول دو شيف، كان كيهضر غير هو وطه. غادي نديروا لا لوكاليزاسيون ديالنا ونحاولوا نشوفوا فين غادي تدينا. Sans stress. Merci. Peut-être calmement. Anna, je stresse peut-être, pas, je peut-être, parle. Peut-être je parle beaucoup. C'est ma faute. J'essaie de prendre beaucoup de place. Taha, هو اللي بغى ياخذ لو رول دو شيف، بغى يقول لنا لا اسمعوا لي انا حنا عارفين شنو كنديروا. الصراحه انا متفق معاها، نساو روسهم نساوش معاهم دو زوطخ. شادين تليفون وغادي. عطيني خاطرك، عطيني خاطرك. نقاشات الفريق البرتقالي ما كيساليوش، ولكن هذه المره ما غاديش نتسناوهم. التليفون يسير اكوا، يلفو سافا يسير اكوا. لا، اون باغالي او جي دي. انا جو في فوا، جو في فوا. الو؟ فاش هضر معنا ياسين وعطى لي كونسين باش لقاو طريق ثانيه، عاد باش حسينا براسنا اون فغي ايكيب وكملنا باش لقاو الطريق الثانيه. ايوا على سلامتكم. شوف قالوا لنا الصخره نخليوها على اليسار ديالنا، من هاودو كاين الطريق معدله مزيانه. اللي زاد قلقني وزاد حيرني هو الفريق البرتقالي، واش سبقونا واش وصلوا قبل منا. ما عرفتش انا ذاك واشنو نديرو، واش نجري ولا لا، والدراري ما عرفتش ليطا فيزيك ديالهم. المهم الله يكون معنا وصافي. اجي نقول لك اسي فاجئني بعندي. لاحظت في الخريطه ان عندنا واحد الطريق
اللي هو مختصر ولكن ما نتاكدش منه انه غادي يوصلنا بالفعل ولا لا، لان هذاك ان اسباس اللي هو سوفاج. خاصنا نخرجوا خي سيف غير هذه الطريقه هذه ونتبعوها نيشان حتى نوصلوا لاغيف. خليت هذه لا ريسبونسابيلتي هذه وكنطلب الله سبحانه وتعالى ما يخيبنيش مع الفريق ديالي. الدراري راه حنا وصلنا لملتقى الطرق ديجا. صراحه محمد كان عنده دور كبير اننا نكملوا هذا المسار هذا ونكملوا هذا التحدي، حيث كان كيدير او ميم طون داك الكوتش مونطال ديالنا، او ميم طون كان كيعاوننا يعني كيفاش نغارديو ديك لا موتيفاسيون، كيفاش مره نرتاحوا مره نزيدوا بسرعه حتى نوصلوا لو بوين داريفي ديالنا. تبارك الله على البنات، الصبر دوانا. تبارك الازرار وي عيتو. كان واحد الوقت فين عييت بزاف، وفريمون داك العياء اللي كتقول خصني نوقف دابا، راه ما نقدرش انني نزيد. ولكن فاش كتشوف الفريق ديالك زايد القدام، فاش كتشوف الفريق ديالك كيساعدك وغادي معاك بنفس السرعه الى اخره، كتقول ما يمكنليش انني نخليه. وهذه هي روح الفريق اللي بغينا نوصلوا لها. اجي نشوفوا الفريق البرتقالي واش لقاوها. عفاكم راعي وليا شويه سي محمد شويه عيا بيان سور، الا جريت انا ولا اسامه صعيب سي محمد يتبع. هيبه انت تقدر تبع؟ لا 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 امشي امشي على اسم هيبه.